هاتفيا ينضم الينا الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. بعد التحية لك يا دكتور محمد، اذا يعني في اطار هذه التوجيهات المشددة من قبل الرئيس السيسي لمنع اي تعديات على الاراضي الزراعية من خلال طبعا افتتاحات محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي، اصدر وزير الزراعة كل هذه القرارات لإزالة هذه التعديات على الفور، لو تكلمنا بشكل اكثر تفصيلا في الموضوع لو سمحت. يعني هو الحقيقه احنا شايفين اهتمام الدوله المصريه بزياده المساحه المزارعه، طبعا ده بيدينا اهميه او بيدينا قيمه نسبيه في مجال الانتاج الزراعي، طبعا كمان الدوله بتضخ مليارات لتطوير انتاجيه الارض القائمه بالفعل، احنا بنصرف كل الفلوس دي وبنضخ كل الاستثمارات دي علشان نحافظ على لقمه العيش دينا والاجيال اللي جايه ونحملهم او نأمل لهم مصدر غذائي امن عشان نوفر حياه كريمه للمواطن المصري. علشان نحقق الكلام ده الحقيقه شفنا اهتمام كبير جدا وفي حرص كبير جدا بتطوير والحفاظ على الرقعه الزراعيه، يعني احنا مش معقول هنبقى بنصرف فدان الارض بيتصلح باكثر من 200,000 جنيه واحنا نخسر قيمه فدانين ارض او قيمه 3 مواسم انتاجيه من الارض علشان حد بيدور الارض. فده بالنسبه لنا اصبح خط احمر وهو الحفاظ على الرقعه الزراعيه والتي لا يمكن المساس بها، وان احنا بنضع كل ما لدينا من امكانيات وقدرات للحفاظ على الرقعه الزراعيه القديمه، لان دي كمان الاراضي الجيده الزراعه او الصالحه للزراعه اصلا، فبالتالي مش هنسمح فيها باي تعديات. وبالتالي طبعا هي دي الاراضي القديمه اللي بقى لها الاف السنين. طبعا يا استاذي بالظبط، فعشان كده الحقيقه احنا في حرص وفي تواجد مستمر بيكون موجود من الاداره المركزيه لحمايه الاراضي وهي الاداره المعنيه بهذا الامر وهذه المساله، وطبعا بالتنسيق مع مدير المديريات تم تكليفهم ايضا بمتابعه اي حاله تعدي على ارض الواقع. طبعا احنا عندنا الجامعات الزراعيه بتنزل بنفسها وبتنزل تتابع وبتمر وبنشوف وبنرصد اي حاله تعدي وفور الاخطار مباشره يتم اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه علشان نمنع حاله التعدي، واحنا بننظر الى التعدي ان هي بمجرد رصد المعدات اللي هتستخدم في التعدي، مش ان يبقى في منشاه تطلع او بعد كده نتكلم في تعدي موجود، لا يعني ازاله التعديات في مهدها. في مهدها بالظبط، بمجرد ما بنرصد وجود معدات بنبدا نعتبر دي حاله تعدي وبناخد اجراءات رادعه. طبعا احنا في الحقيقه تنسيق وتواصل مستمر مختلف الجهات المعنيه في الدوله ومختلف اجهزه الدوله، وفي تعاون كبير في هذا الامر ان احنا نمنع اي حاله تعدي وان احنا نقيل اي حاله تعدي موجوده. ولما بتشوف في الفتره الاخيره هنلاقي تقريبا كل حالات التعدي اللي بيتم رصدها بيتم ازالتها، وطبعا في بعض التعديات القديمه اللي كانت موجوده في فترات سابقه بنبدا كمان نزيلها. طبعا ده احنا مستمرين على هذا النهج، وطبعا تكثيف التواجد هيكون من الاولويات المرحله المقبله. طبعا في تاكيد بضروره ان كله يرفع درجات الاستعداد والوصول الى درجات الاستعداد القصوى خصوصا في المديريات الزراعيه وايضا في الاداره المركزيه لحمايه لحمايه الاراضي تكليفا ل او تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الصدد. وطبعا يعني اي مخالفين هيتم احالتهم للنيابه العسكريه تنفيذا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشان. طبعا الاجراءات القانونيه واضحه جدا والمسار القانوني واضح جدا، والنيابه العسكريه وفقا لتنفيذا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الشان، والحقيقه احنا بنلتزم بالتعليمات القانونيه، ولكن احنا اهم حاجه بنعملها دلوقتي ان احنا بنمنع التعدي وبنبدا نصادر المواد المتعدى بيها علشان نحافظ على رقعتنا الزراعيه لحين انتهاء الاجراءات. ده طبعا يعني اللي هيتعدى بشكل جديد، لكن ماذا عن التعديات التي كانت قائمه؟ طبعا في تنسيق مستمر واحنا عندنا رصد بيها واحنا بنحاسبين هذه التعديات وبيتم الاخبار بيها بشكل دوري، وطبعا احنا في مركز الثغرات المكانيه هذا الصدد باستخدام التكنولوجيا الحديثه في حصر حد تعدى عليها، وطبعا بيتم التنسيق مع وزاره التنميه المحليه ومع الاجهزه الشرطيه، وطبعا هيتم ازاله التعديات ان شاء الله. وزير الزراعه قال انه نسبه التعديات خلال الفتره الماضيه الحقيقه شهدت انخفاض كبير، يعني وصلت لادنى مستوياتها، وانه ايضا نسبه الازاله وصلت لاعلى مستوياتها. ده حقيقي، كان في عندنا الفتره اللي كانت ذروه التعديات كانت ايام 2010 و2011، كانت في ذروه التعديات، بدانا من 2014 يحدث ثبات شويه وبدا الكيرف ينزل. احنا عندنا في كيرف اللي هي التعديات وفي منحنى للتعديات وفي منحنى للازالات، كان منحنى الازالات في 2010 و2011 في ادنى مستوى له، ومنحنى التعديات كان في اعلى مستوى له. النهارده هو بالفعل احنا في العكس تماما،
النهاردة منحنى التعديات أصبح في أدنى مستوى ممكن، ومنحنى الإمدادات أصبح في أعلى مستوى ممكن. تقريبا أي تعدي بيبقى موجود بيتم إزالته فورا، وأحيانا كمان بيكون في إزالة للتعديات القديمة، فده بيحافظ أو ده بيثبت أو بيخلي إن الرقعة الزراعية بتاعتنا نقدر نحافظ عليها بشكل أفضل، وإحنا مستمرين في هذا الأداء وإن شاء الله هنكثف من الجهود خلال الفترة. بنتمنى لكم التوفيق. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة.